تطورات الأوضاع العربية الراهنة ونتائج أعمال القمة العربية الأخيرة نقطتان شكلتا أهم محاور نقاش الجلسة الرابعة للبرلمان العربي، ليضاف إليهما إجماع ومساندة للمغرب في قراراته بشأن كل تدخل يمس سيادته واستقراره، في إشارة مباشرة إلى قرار الرباط قطع علاقاتها بطهران. نحن سعداء لأن الموقف الصارم للبرلمان العربي بكافة مكوناته كان يؤيد الموقف المغربي. الآن نتطلع إلى أن في هذا المؤتمر إلى أن نخطو خطوة إضافية. انتظارات الشعوب العربية يعني توالت فيها خيبات الأمل، ولم يعد مسموح اليوم تكرار يعني مجرد إصدار بلاغات التنديد والشجب والاستنكار. إيران سرطان استشرى في جسد الأمة بدعم ميليشيات وضعتها في الأمة العربية. المغرب العربي تنبه، قرارها قرار حكيم. يجب علينا نحن كممثلين للشعب العربي أن ندعم الحكومات العربية وأن ندعم المغرب الشقيق في قرارها بقطع العلاقات مع إيران. تطورات الوضع في فلسطين هيمنت على أشغال الجلسة كقضية محورية أكد بشأنها ممثلو البرلمانات العربية عزمهم تكثيف التحركات بغية حث كافة البرلمانات الإقليمية والدولية من أجل مساندة الشعب الفلسطيني بالتزامن مع إعلان أمريكا وبشكل رسمي القدس عاصمة لإسرائيل. هناك تردد في المواقف العربية الرسمية في كيفية مجابهة خطة ترامب، لا بد من التصدي لها بقوة. دعونا إلى اتخاذ إجراءات عقابية تصل حد المقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية، التزام بقرارات قمم عربية سابقة. استطعنا مع الجهود والمؤسسات العربية الأخرى بأن نضع بند طارئ على جدول أعمال البرلمان الدولي ونجحنا في ذلك، وتم إصدار توصية أيضا تؤكد على أن القدس هي مدينة محتلة ولا يجوز تغيير وضعيتها القانونية والتاريخية. بيان الجلسة الاختتامي جدد دعم البرلمان العربي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتنويهه بخطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع الدعوة إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية وفق خطة الأمم المتحدة. فتوى المرابط، قناة الغد، الرباط.